حضرتك ده مخطط عام لنقل السواك لجميع الكليات اللي تمت المستقبليه، بحيث ان لو تم التفكير في اي كليه هي كليه مكان الله، بحيث لا يتم التحرك منها ولو سنتيمتر. الدكتور محمد عبد السميع دايما بيقول لنا مشاكل لو عملنا اي حاجه بدون راي واستشار المعماري للجامعه. سعادتك المجلس الاعلى للجامعات في حرب فخامه رئيس الجمهوريه، وسعادتك كنت موجود ايامها هنا ويوم وهذه يوم المجلس ده اللي تم فيه مشكله الطريق، والحمد لله الطريق حاليا تم انتهاءه في هذا المجلس الاعلى. برضه في المجلس الاعلى للجامعات مع فخامه رئيس الجمهوريه في رحاب المجلس الاعلى يعني اسبوع شباب الجامعات. عند احمد الشيخ لسعادتك طالب كان من الخمسه اللي هم استضافوا من الرئيس على منصه اسبوع شباب الجامعه. طبعا ده شكر احنا قدمناه من جامعه السواج لفخامه الرئيس على انتهاء الطريق لجامع السواج ولمحافظه السواج بالكامل. كان لابد من توجيه شكر لسعادته لانه لولا تدخله ما كان التعطل الى الان. سعادتك الطريق القديم يعني كان 6 متر، الطريق الجديد اللي هنحطه سعادتك النهارده اصبح بهذا الشكل الحالي. طبعا ده يعني الحمد لله يعني اصبح يعني طفره في محافظه السواج. دي كان في احتفال وطلاب كليه التجاره يعني وجهوا دعوه لسياده الرئيس للمدربات، والدعوه وصلت لسيادته وان شاء الله هو يعني يقرر ما يكون فيها ان شاء الله. طبعا زياده المهندس ابراهيم مهنا رئيس المدرسه المصري السابق وزير الاسكان نفس القاعه كان بهذا الشكل يعني في الشهر الثالث الماضي. يعني كان ده متابعين الدكتور سيد عبد الخالق برضه مدير الزراعه الهامه للجامعه عشان برضه موضوع القاعه اللي كان هامش. برضه وزاره وزير الاسكان ووزير التعليم العالي نفس الامور في مشاركه الجامعه. ده كان يعني المجلس الاعلى للجامعات لما تم انعقاد فيها صوت مجموعه من رؤساء الجامعات في جبل نصار على شمس الدين والدكتور محمد السمير.